مع اقتراب موعد ذكرى انطلاق عملية نبع السلام في الشمال السوري، وبدعوة من رابطة المستقلين الكرد السوريين والهيئة السياسية لمحافظة الحسكة، أقيم في مدينة رأس العين مؤتمر رابطة المستقلين الكرد السوريين الذي أكد على أهمية التعايش بين مكونات المنطقة. نحن رابطة المستقلين، طبعا ليست الزيارة الأولى إلى رأس العين، هذه الزيارة الرابعة كرابطة المستقلين، لكن الآن سنحت الظروف أن نبدأ بعملنا السياسي، أن نبدأ عملنا السياسي. نحن السوريين، نحن نبحث عن الإنسان السوري، نبحث عن كيفية تأمين مستقبل الشاب السوري أو الطفل السوري. هذه رأس العين هي بقعة من سوريا، بقعة جغرافية من سوريا، ونحن نريد أن تكون رأس العين فعلا نموذج التعايش المشترك. سوريا المصغرة، بأن نريد أن يعود الكردي والعربي والتركماني والآشوري والسرياني والشيشاني، كل الذين نزحوا بسبب الحرب أن يعودوا إلى منطقتهم إلى ديارهم، وهذا ما نعمل عليه كمنظمة سياسية نحن بعد عودة الاستقرار والأمان إلى رأس العين. تناول المؤتمر العديد من المواضيع، منها الجانب الزراعي والاقتصادي والبنية التحتية من كهرباء وماء. الحاضرون في المؤتمر عبروا عن مطالبهم ورغبتهم في عودة جميع المكونات إلى المنطقة، وحاجتهم لفتح معابر إنسانية لتسهيل عودة الأهالي إلى بيوتهم. والحقيقة احنا انتهزنا هذه الفرصة وحولناها الى لقاء شعبي مع اهالي وسكان مدينة رأس العين للاطلاع عن قرب على همومهم ومشاكلهم، واستمعنا الى كثير من الهموم والاحتياجات والمشاكل، وبحول الله ستنقل هذه الهموم، ونطالب الحكومة المؤقتة والائتلاف والأخوة الأتراك بحل كثير من هذه المشاكل. دار الحديث بين المشاركين أيضا عن أهمية الثروة الحيوانية واحتياجاتها، بالإضافة للجانب الصحي الذي يشهد تطورا في مدينة رأس العين وما حولها.